واحد بيقول حروب وكروب وأوبئة وأمراض وإنفلونزا طيور وإشاعة تلوث مياه، هل ده يرتبط بنهاية آخر الزمان؟ يا ابني دي حاجات ياما بتحصل من زمان، من أيام المسيح وقبل المسيح وفي العصور الأولى كان في حروب وكروب وأوبئة وأمراض. الكتاب قال على الحاجات دي كلها مبتدع الأوجاع، لكن آخر الأزمان ليها حاجات أصعب من كده بكتير بكتير بكتير، لعل أهمها مجيء ضد المسيح الأنتي كرايست اللي هيعمل آيات وعجائب بقوة الشيطان وبكل خديعة الاسم في الهالكين كما ورد في تسالونيك الثانية إصحاح 2، ويحصل الارتداد العام وتحصل الضيقة العظمى. وبيقول الكتاب لو لم يقصر الله تلك الأيام لم يخلص أحد. دي بعيد عنكم، دي لسه ما جاتش يعني، فما تخافش، مش تشوف كتكوت مات في بيتك تقول الآن يا رب تطلق عبدك بسلام، لا، يموت الكتكوت وانت لسه مش هتموت،